مشاهدين أحبائي المشاهدين، حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتميز حياتنا اختيارنا. الحقيقة علشان نختار لازم نعرف، وعشان نختار صح لازم نفكر، وعشان نختار صح لازم يبقى عندنا معرفة بأمور كتير جدا في حياتنا. والحقيقة الأسبوع ده أنا كنت بفكر أو جاتني فكرة في موضوع شغلني. الحقيقة انشغلت بفكرة التغيير، كنت قاعدة في ندوات ثقافية معينة، كنت بفكر مع أشخاص معينين، والحقيقة ذكرت فكرة أو كلمة التغيير، والحقيقة الكلمة دي شغلتني. هو إيه التغيير؟ ولماذا نتغير؟ وبنتغير ليه؟ ونتغير كمان عشان إيه؟ وهل التغيير ده مفروض علينا، ولا التغيير ده حاجة بإرادتنا إحنا بنقدر نعملها؟ وسألت الأشخاص اللي حواليا، الناس المحيطين بيا، يا جماعة التغيير، ناس سخروا مني أو كانوا بيضحكوا أو ما كانوش واخدين الموضوع بجدية، وكل واحد يقول لي تغيير، تغيير إيه؟ دي الدنيا كلها متغيرة. وحد تاني يقول لي التغيير، ما أنا بعرف أغير هدومي، ده أنا بعرف أغير كويس قوي، طبعا أكيد دي دعابة مصرية، وهكذا. وجدت أو لاحظت إنه التغيير مش شاغل الناس، مش في مفاهيمهم، مش في أفكارهم، الدنيا ماشية معاهم بالبركة. فقلت أكيد النهاردة لو اتكلمنا عن التغيير يمكن نقدر نغير. على الرغم من إننا كلنا كأشخاص نميل للتغيير، أمريكا لما كانت عايزة رئيس، ودي حاجة أنا يعني كنت واخدة بالي منها كويس جدا، وكانت كلهم كانوا نازلين الانتخابات، جه الرئيس أوباما وكتب تشينج، التغيير. التغيير دي، الكلمة دي جمعت ناس كتير جدا جدا حواليه، وأخد سكور عالي وفوت كتير جدا من ناس كتير، وكسب رئاسة أمريكا بكلمة واحدة اسمها التغيير. إذن التغيير ده حاجة في وجداننا، يعني حاجة إحنا بنسعى إليها أو بنتغي أو بنحب نروح لها، رغم إنها مش في دماغنا قوي أو مش في تفكيرنا. في مصر لما كنا عايزين نغير وقمنا بالثورة، قمنا بالثورة عشان نغير، عشان نحصل على مكاسب معينة. ناس كتير كانوا مش عايزين مرسي، الرئيس مرسي في وقتها اللي كان نازل انتخابات، ما كانوش عايزين الاتجاهات الإسلامية والاتجاهات المتشددة، لكن اختاروا مرسي، اختاروا مرسي علشان بس فكرة التغيير. قالوا واي نوت، ما نجرب، ما نجرب رئيس تاني مش من مرجعية الجيش، مش من مرجعية الجيش المصري، يمكن يكون ده أفضل ونجرب. ولما جربوا ولقوا انه دي مش حاجة بالنسبة لهم جيدة، وحاجة ما قدمتهمش ولا قدمت البلد، حبوا يغيروا تاني، ونزلوا ب30 يونيو علشان يغيروا الرئيس. والحمد لله طبعا ان هم عملوا كده، لانه لما غيروا كمان بدأت مصر كلها تتغير. اذا التغيير حاجة مش بس في ثقافتنا ولا في مفاهيمنا، دي كمان حاجة في جيناتنا، احنا بنبحث دائما عن التغيير. لما نغير بتحصل حاجات في حياتنا إرادية ولا إرادية، يعني هل التغيير ده احنا بنعمله إرادي، ولا التغيير ده بيحصل غصب عننا؟ في تغيير طبعا لا إرادي، في تغيير له علاقة بالزمن، في تغيير له علاقة في تغيير له علاقة بالنمو بتاعنا، في تغيير له علاقة بطريقة تفكيرنا. دي حاجات بتتغير من غير ما ناخد بالنا، احنا بنتغير، حالتنا الصحية بتتغير، الكون نفسه بيتغير، الكرة الأرضية بتتغير، المناخ بيتغير. هل المناخ بتاعنا من زمن معين حتى وإحنا بنعاصر هذا التغيير المناخ هو هو؟ المناخ بيتغير، ويقول لك المناخ تغير، تكوين الإنسان بيتغير، خبرات الإنسان بتتغير، طبيعتنا الإنسانية بتتغير. الحقيقة الحضارات بتتغير، الحضارات عبر السنين والزمن تغيرت، كل حاجة بتتغير حوالينا وإحنا فيها، نرى التغيير ولكن لا نعرف ما هي فائدة التغيير بالنسبة لنا. وده التغيير
الذي يتبع النمو. طول ما في نمو في تغيير. التغيير الحقيقة حاجة مهمة جدا، لأن الله أيضا سمح بالتغيير. وده السؤال، ربنا لما سمح بالتغيير وخلق الكون متغير وخلق الحياة متغيرة، غيرها ليه؟ كان يقصد إيه؟ كان عايز يقول لنا إيه؟ كان عايز يعمل إيه؟ الحقيقة ربنا خلق التغيير لأن التغيير هو اللي حيوصلنا للكمال. الله خلقنا أحرار، ودليلي على إننا أحرار الوصية. لولا وجود وصية مكتوبة في الكتاب المقدس لكل البشر، ما كناش قلنا إن عندنا حرية. لأنه لو ما فيش وصية كان إيه لزومها بقى الحرية؟ ما هو نبقى إحنا مقيدين وربنا هو عمل كده. لكن إدانا الوصية عشان يثبت لينا إننا أحرار، نقراها ونختار منها، أو نختارها أو ما نختارهاش، في الآخر ده بيرجع لنا. طيب لو إحنا اخترناها، هل ده معناه إن إحنا أحرار واخترنا الوصية وحنصل إلى الكمال؟ أكيد لا، أكيد إحنا مش كلنا هنقدر نوصل للكمال. الكمال ده مسألة بعيدة جدا بالنسبة لنا، لازم يبقى فيه باستمرار up to date لحياتنا، وهي التغيير. إن إحنا نقع ونقوم، نقع ونتجدد، نبقى قدام وبعدين نبقى جداد. التغيير هو اللي بيعمل ده، التغيير هو اللي بيوصلنا لإننا نكون جداد. التغيير هو العملية، أما المنتج هو التجديد. فإحنا علينا إن إحنا نكون جداد. إزاي؟ من خلال التغيير. طب نجيب التغيير منين؟ نجيبه من الوصية اللي ربنا أصلا وضعها لينا، لأننا أحرار ونملك إرادتنا. إذن الله خلق الكون متغير، ولأننا طاقة، طاقة الله جزء منه وجزء من الكون، فنحن أيضا متغيرين، ونحن أيضا نبحث عن التغيير. وفيه آيات كتير قوي في الكتاب المقدس تتكلم عن التغيير، وعن الإنسان الجديد، وعن الإنسان العتيق، وإزاي يبقى جديد، والإنسان المخير، وإزاي يبقى دائما له يملك الحرية في الاختيار، لأنه غير مسير، ودايما بيحط لنا الوصية كدليل على حريته وكدليل على قوة إرادته. إذن التغيير مهم في حياتنا، ومهم كمان عشان يجدد حياتنا. والحقيقة في آية حلوة جدا أنا دايما بحبها، رغم أنه في آيات كتير جدا في الموضوع ده، لكن في آية قالها داود النبي في المزمور 103: الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. اشمعنا يا رب اخترت النسر؟ ولما بديت أدور ليه النسر بالتحديد، لقيت إن النسر الكتاب في العهد القديم والجديد اتكلم عنه كتير جدا. لماذا النسر بالتحديد؟ ليه اخترت من بين كل الطيور إنك تدينا مثال أو تدينا نموذج عن النسر؟ وهنا يعني مفروض إن أنا أقف بقى وقفة شوية عشان أتأمل في فلسفة حياة النسر. النسر ده بيعيش ازاي؟ ايه حكايته؟ والحقيقة لما قعدت اشوف النسر وحكايته وحياته، لقيت ان النسر ده بيبذل مجهود كبير قوي عشان يعيش. طيب ازاي بيقدر يختار النسر حياته، وازاي حياته بتمشي؟ اسمحوا لي احكي لكم حكاية النسر من الاول. بيقول العلماء انه النسر بيعيش من 70 سنة لحوالي يعني تقريبا 100. خلينا ناخد المتوسط، وخلينا نقول انه تقريبا، لانه يعني في اقوال متضاربة في الجزئية دي، وخلينا نقول انه النسر بيعيش 70 سنة. النسر عند 40 سنة بيعمل وقفة. ليه؟ بيكون حصلت له تغيرات طبيعية ملوش يد فيها، تغيرات النمو الطبيعي، وهي
ان المخالب بتاعته بتكون قويه جدا جدا لدرجه انها بتبقى صلبه، فما بتبقاش مرنه لدرجه انه يقدر يعني يقبض على الفريسه بتاعته. يحصل له نمو ايضا في الريش، الريش بتاعه يقوى جدا ويزيد جدا، فبالتالي النسر بيتقل. التغيرات دي بتحصل له تغير ثالث، ثلاث تغيرات مهمة جدا في حياته عند الأربعين، وهو منقاره. منقار النسر بيتني اللي بيبقى زي المخالب، يعني بيبقى مقوس وصلب جدا، فلما يجي يقبض على الفريسة بتاعته ما يعرفش يعني يستخدم ياكلها أو يقدر ينقض عليها بشكل جيد، فبقى عند جسمه تقيل وبقى عنده مخالب لا تستطيع أن تقبض على الفريسة بتاعته، ولا عنده منقار يقدر يأكل بيه. إذن هذه التغيرات بتحكم على النسر ده بالموت. النسر عند 40 سنة محكوم عليه بالموت، فقدامه خيارين، ما عندهوش تالت، إما إنه يختار الموت أو إنه يختار اختيار تاني صعب جدا، وهو إنه يقعد 150 يوم أو 5 شهور بالتحديد يطير فوق عند بيته، فوق قمة الجبل، فوق بعيد تماما، ويقعد 150 يوم أو 5 شهور يعمل الآتي. في الأول بيفضل يخبط في الصخر بتاعة الجبل في الصخور بمنقاره لحد ما يكسره، فيكسر المنقار بتاعه تماما وينتظر لحد ما يرجع تاني يحصل له نمو طبيعي، ولكن بينمو بشكل وكأنه لسه مولود، المنقار مرن وجيد. الحاجة التانية انه بيفضل يحفر في الصخر لحد ما يكسر كل المخالب بتاعته في كل الايدين، وينتظر مرة اخرى علشان المخالب بتاعته تنمو مرة تانية، ثم يبدأ بمخالبه ومنقاره ينتف كل الريش الصلب من جسمه بنفسه. متخيلين كم المعاناة وكم التعب وكم الألم اللي بيعيش هذا النسر 5 شهور وينتظر إلى أن ينمو الريش مرة أخرى. العملية دي بتاخد 150 يوم من حياته. بعد 5 شهور دول، بعد 150 يوم دول، بينطلق النسر ويطير مرة أخرى وكأنه شباب ولد من جديد، فيعيش 30-40 سنة كمان. ولذلك حياة النسر في منتصفها حياة بتاخد منه مجهود كبير جدا علشان يتجدد شبابه وتتجدد حياته مرة أخرى. ودي فلسفة النسر في حياته، ودي فلسفة التغيير اللي ربنا كان عايزها مننا، أن يتجدد دائما شبابنا. ولكن عند مثال النسر لازم نعرف ان التغيير مش سهل، التغيير صعب، التغيير عايز وقفة، التغيير عايز تفكير، التفكير عايز مراجعة لكل اللي فات علشان نقدر نقيم الحياة اللي جاية ازاي، نحسنها ازاي، نبتدي تاني. هي دي حكمة ربنا، هي دي فلسفة الكون، هي دي فلسفة الخلق، إنه الإنسان دائم التغيير ودائم التجديد. لكن إحنا الحقيقة بنغلط غلطة في حياتنا، دايما بنفكر إزاي نغير الآخرين، إزاي نغير الناس، إزاي أغير جوزي، إزاي أغير أصدقائي، إزاي أغير الناس اللي في عملي علشان يتوافقوا مع أفكاري، يتوافقوا مع رؤيتي، يتوافقوا مع إمكانياتي في الحياة أو اللي أنا بفهمه أو ثقافتي. والحقيقة إحنا عاملين زي اللي بيخبط راسه في الحيط. صعب جدا إن أنت تغير حد، جدا
لا يستطيع أن يغير شخص إلا الشخص ذاته. أنت تستطيع أن تغير ذاتك، ولكن لا تستطيع أن تغير الآخر، لأن الحقيقة ده مفهوم حقيقي مش صحيح. الصح إن أنت تغير نفسك. ولذلك يعني ظهرت علوم زي علم البرمجة اللغوية العصبية عشان هذا العلم يقول للناس إزاي الجهاز العصبي وإزاي الوصلات العصبية وإزاي العقل بيشتغل عشان يقدر يغير نفسه. لأن التغيير للنفس زي ما قلت لكم حاجة مهمة، وإن لم نستطع التغيير لن نستطع أن نواكب الحياة، لأن الحياة متحركة، وزي عنوان حلقتنا ديناميكية الحياة أي حركة الحياة. التغيير هو الحركة الحقيقية للحياة، ولكن ليس تغيير الناس بقدر ما هو تغييري الشخصي لذاتي. طب وأنا علشان أتغير يعني إزاي ممكن أغير نفسي؟ هل أتغير للآخرين علشان الآخرين، ولا أتغير عشان تفكيري، ولا إيه بالظبط اللي أنا ممكن أغيره؟ الحقيقة إنه المحرك الأول للتغيير، أول ستارت، أول بداية للتغيير هي التفكير، هي العقل الباطني، هي قناعتي الخاصة الشخصية بإني لازم أتغير. التغيير قرار مهم جدا في حياتنا. وعايزة أديكم مثال، مثلا لو أنا عايزة أتغير لإن أنا أكون إنسان، مثال بسيط يعني، أكون إنسان رياضي، فقلت إن أنا هروح ألعب رياضة. أنا بروح أول يوم وبعد كده بتعب وما بكملش، يوم اتنين تلاتة دائما ما بننجحش في قراراتنا الخاصة بالتغيير. ولكن إذا كان القرار داخلي، وإذا كان القرار بعزيمة داخلية وبفكرة جاية من وراء معرفة، يعني درست إيه أهمية الرياضة، قررت إن صحتي محتاجة الرياضة، قررت إنه عشان يتجدد شبابي وأقدر أعيش أحسن وأفضل زي النسر لازم أبذل مجهود في ممارسة الرياضة، اللي بيحصل إن أنا بوجد من داخلي الإرادة أو بوجد من داخلي الحماس، لأن بقى عندي فكرة. الفكرة بتقولي أن الرياضة سوف كمهارة هتحسنك وهتغير حياتك. هذا النوع من التفكير وهذا النوع من الإرادة هو 90% من نجاحنا في التغيير. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، التغيير يبدأ دائما من داخلنا، التغيير يبدأ من فكرتنا ومن عزيمتنا ومن حماسنا، يبدأ من حلمنا، يبدأ من رؤيتنا. ويمكن أنا عندي قصة أو مثال عجبني قوي للرئيس السادس عشر أو الستاشر لأمريكا لانكن. إبراهام كان طفل، الحقيقة طفل فقير، طفل بابا حطاب أصلا، بيجمع الحطب علشان يبيعه، علشان الناس كانت وقتها بتستخدم طبعا انتوا عارفين النار عن طريق الوقود والحطب. الأب كمان مات وأصبحت الأم ما عندهاش إمكانيات تصرف على ابنها. إبراهام راح اشتغل في مزرعة علشان يجمع الفواكه وما إلى ذلك، لكنه كان بيحب القراءة، كان دايما يروح يشوف الكتب القديمة علشان يقراها. لما في يوم من الأيام راح يبص أو يقرأ كتب من الكتب القديمة، لقى كتاب عجبه جدا. الراجل البياع مرضاش يديله الكتاب، قال له لازم تدفع 3 دولار عشان تاخد الكتاب ده. إبراهام كان مبسوط قوي من الكتاب وكان حابب قوي الكتاب، راح اشتغل 4 أيام في المزرعة علشان ياخد الفلوس دي ويروح يشتري الكتاب ب3 دولار، علشان كان اسم الكتاب وعنوانه كيف تصير رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. طفل في سنه يدوب بيقرأ، راح المدرسة
قاري الكتاب وقال للمدرسة بتاعته أنا عايز أطلع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ضحكت المدرسة وقالت له خلي بالك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون عنده ثقافة، لازم يكون عنده معرفة، لازم يكون عنده فهم سياسي، فهم اقتصادي، حاجات كتير قوي. يعني صعب جدا انه اي حد ممكن يبقى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. إبراهام من كتر ما هو كان بيقرأ وكان مثقف رد عليها رد جميل، قال لها أنا بقولك أنا عايز، أنا بحلم، لكن مش أنا هكون، لكن ده حلمي وأنا أرغب في إني أكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فالمدرسة طبعا ضحكت وقالت له يا رب. والحقيقة مرت الأيام وفضل يجري ورا حلمه لحد ما حقق حلمه. وكانت من أهم مقولاته وهو إنه قال أنا أسير ببطء ولكن لا أعود إلى الخلف. حقيقي إبراهام كان له فكر وكان له رؤية وكان له حلم مشي وراه لحد ما عمل تغيير في حياته، تغيير شامل. طبعا للأسف هو مات مقتول أو مات اغتيل، لأنه وقتها كانت في حرب أهلية في أمريكا أو ما إلى ذلك. لكن تخيلوا أنه مات في المسرح، مات في مكان ثقافي علشان كان بيتفرج على مسرحية. إبراهام الثقافة والمعرفة والحلم للتغيير فضل ماشي وراه لحد المهم أنه وصل لحلمه. بدأت بالفكرة، بدأت بالمعرفة، بدأت بالقراءة، بدأت برؤية خاصة كيف يريد أن يرى نفسه. حلم التغيير هو الأول، هو الذي يجعل حياة الإنسان هي حياة ديناميكية. من غيرها لن يستطيع الإنسان أنه يبقى ديناميكي، هيبقى واقف مكانه. ودي طبعا مش حاجة تحسنك في الحياة، بل بالعكس دي كمان مش حاجة روحية. يعني المفروض انك لما تكون انسان روحي لازم تكون مؤهل للتغيير. متخيلين قد ايه التغيير ده حاجة مهمة جدا لحياتنا. التغيير احبائي المشاهدين لابد وان يحدث من الداخل. التغيير مش في المكان، مش في اللبس، مش في المواقف، مش في الكلام، مش في الأشخاص. كل دي ما هياش جوهر التغيير. التغيير جوهره هو الإنسان، الإنسان من الداخل، فكرته، رؤيته، حلمه، إصراره في إنه يستمر. ولو حضراتكم تفتكروا لما كلمتكم عن قوة التفكير الإيجابي كنت أبحث معكم عن كيفية التغيير، لأنني كنت أعلم أن التغيير يبدأ من الفكرة. الإنسان من الداخل كي يتغير لابد وأن يبدأ من الفكرة. الإنسان يبدأ بفكرة، يبدأ بتخيل، يتخيل نفسه هيكون إيه. تفتكروا لو أنا عايز أرسم صورتي ممكن أرسمها شكلها إيه؟ لو عايز أكتب كتاب عني ممكن أكتب عن نفسي إيه؟ لو عايز أحط عنوان لحياتي ممكن أحط عنوان يكون شكله إيه؟ التفكير يبدأ من الداخل، يبدأ بالتخيل، يبدأ بفكرة إزاي يبقى عندك هدف، إزاي ترسم حياتك وتشوفها. كل ده في الخيال، كل ده في الوجدان، كل ده في الأفكار. هذه الأفكار وهذا الوجدان بيعمل إيه لما يحصل لنا؟ زي ما فكرتكم زمان قبل كده في حلقات سابقة، الأفكار بتكون مشاعر، بتكون أحاسيس، بتكون قوة. هذه القوة والمشاعر والأحاسيس هي اللي بتخلي عندك مفاهيم، بتخلي عندك مبادئ، بتخلي عندك اتجاهات، حاجة أنت عايز تروح لها. المشاعر بتخلي عندك ميول دايما، فبتديك الحافز القوي انك تعمل ده
وانت بتحبه وتصمد على العمل وما تيأس وما تزهقش، لان كل ده بيؤدي بينا الى سلوك او بيؤدي بينا الى فعل او بيؤدي بينا الى مواقف. باختصار الانسان من الداخل بيطلع كأنك بتطلع سلم، أفكار وتخيل تؤدي بيك إلى مشاعر، المشاعر والأحاسيس تؤدي بيك إلى اتجاهات، تؤدي بيك إلى أفعال وإلى سلوك، حاجات بتعملها، ثم تؤدي بك إلى تغيير حياتك كما تريد، وأن تختار ما تحب أن تكون عليه. وده هدف مهم ليا جدا النهاردة، إنك تختار حياتك وتختار الصورة اللي انت تحب ان انت تكون عليها. اعتقد انه التغيير والذي يبدأ من العقل ويعيش الانسان كحقيقة، يعيش العقل تفكير والعقل كأنه بالظبط بيعيش حقيقة، وبالتالي هتتجدد حياته كما يتجدد شباب النسر تماما. التغيير كما قلت لحضراتكم قبل كده انه ما هواش مكان ولا موقع ولا مناخ ولا حديث، ولا التغيير دائما يبدأ اعزائي المشاهدين من الداخل. عندي شريحة ممكن توضح لكم من الباوربوينت بتقول لكم ازاي احنا بنطلع سلم التغيير، التي تبدأ بالتفكير ثم المشاعر ثم السلوك، وبعد كده نبتدي نكون عادات واتجاهات. طيب لو احنا عايزين نكون بقى عادات واتجاهات حقيقية نعمل ايه؟ زي ما قلت لكم التخيل دي حاجة مهمة قوي علشان تكون لكم الانفعالات، وتبتدي العقل الباطن يقتنع تماما انه يسير في حياة هو يرغبها ويسير في الحياة التي يحب أن يعيشها، وبالتالي تتكون طباعه اتجاهاته والعادات اللي بيقولك أنا مش قادر أتخلص منها. لا، الحقيقة أنت تقدر تتخلص من كل العادات حتى مهما كانت صعبة، إذا بدأت بفكرة وإنك بتشوف نفسك بشكل معين، ثم كونت اتجاه مع أو ضد الفكرة، ثم كونت فعل أو سلوك أو تصرف أو حاجات أنت تقدر تعملها علشان تقدر توصل للي أنت عايزه. التغيير يبدأ من الداخل. دي في نهاية الفقرة دي بحب أقول لكم في نهاية فقرتي قبل ما أطلع فاصل يوضح كمان فكرتي، لأنه أنا دايما حابة أقول لكم إن إحنا نقدر نغير. أنت تستطيع التغيير، تستطيع التغيير في كل عادة وفي كل مهارة وفي كل شيء أنت تستطيع أن تقوم به، وما استطاع أن يقوم به الآخرين أنت أيضا تستطيع أن تقوم به، لأننا الله خلقنا زي بعض، كلنا زي بعض، عندنا القوة وعندنا الإرادة وعندنا العقل وعندنا التفكير وعندنا، بس أنت اقتنع، أنت اقتنع وتخيل نفسك في النهاية أنت كان عايز تكون إيه، وتخيل نفسك عزيزي المشاهد حتى بعد حياتك عايز تبقى شكلك ايه. وكان في حد دايما يقول اتخيل نفسك طيب لو انت سبت الدنيا الناس بعد حياتك هتقول عنك ايه، وايه البصمة اللي انت هتحطها في حياتك، وايه الرسالة اللي انت هتقدمها للناس. تخيل نفسك كما تريد حتى تستطيع ان تغير حياتك وتغير عاداتك التي ترغب ان تغيرها. هنطلع مع بعض فاصل وهنرجع تاني نشوف ايه الطرق الايجابية الحقيقية وايه المفاتيح اللي احنا ممكن نعملها عشان نغير اي حاجة احنا عايزين نغيرها. زي ما قلت لحضراتكم وبعيدها الجملة دي تاني، التغيير ديناميكية الحياة، التغيير هو قوة الحياة، هو الباور، هو المحرك لكل حياتنا، والذي اراد الله به ان يخلق العالم ويخلق الإنسان. وبرجع لكم برجع لحضراتكم تاني علشان عندي النهاردة حبة توصيات، في توصيات لها علاقة بالأمهات علشان الأطفال، وفي كمان شوية توصيات حابة أني أقولها للشباب. في البداية عندي توصية للأمهات هاخدها من مقولات إبراهام لانكون،
عنده 3 مقولات لما وقفت عندهم قلت دول ما ينفعوش يجوا فجأة، يعني ما ينفعش أبقى كده فجأة، أنا لازم أتكون على ده، لازم أتربى على ده. عشان كده بالحقيقة ده مفتاح الأم، يعني الأم في الآخر هي المسؤولة عن ده. فمثلا هو بيقول ليس ما إذا كنت قد فشلت، ليس ما إذا كنت قد فشلت، ولكن ما إذا أنت راضي بفشلك. يعني مش مهم إن أنت فشلت، دي مش المشكلة، أو إنك ما نجحتش، أو إنك ما حققتش إنجاز، لكن المهم إن أنت تبقى قاعد راضي عن هذا الفشل أو عدم الإنجاز أو عدم النجاح. يا ترى دي حاجة إحنا بنتربى عليها، بنتكون عليها؟ طبعا يا ماما تقدري تاخدي بالك قوي من الموضوع ده في أطفالك. الأطفال لازم يتربوا على إن هم عندهم القدرة على إن هم يحققوا نجاح، عندهم القدرة على إن هم ينجزوا. هذا الإنجاز وهذا النجاح كويس، طب افرض ما حققش نجاح أو ما حققش الإنجاز أو ما حققش المطلوب منه، اللامبالاة وفكرة إنه ماما راضية وإنه ما فيش مشكلة بتطلع الإنسان عنده لامبالاة، عنده ما عندوش مشكلة إنه هو يعمل أو ما يعملش. فده طبعا مش حاجة جيدة. الجيد إنك تدي للطفل مهام يومية من أول سنتين، تدي له مهام يومية يعملها. أنت النهاردة هتعمل تشيل اللعب بتاعتك، أنت النهاردة هتحط أطباق على السفرة. كل يوم لازم يبقى عنده مهمة، وكل لما يعمل المهمة دي وينجح فيها ياخد تدعيم منك قوي جدا. لكن إذا ما عملش المهمة ما تحسسهوش انه ما فيش فرق، وانك ما اتضايقتيش من ده، او انك ما خدتيش بالك من ده. هتقولي له خلي بالك انت النهارده ما قمتش بالمهمه اللي عليك، كان لازم تعملها علشان تنجح فيها، عشان ماما تقدر تديلك مكافاه فيها، لكن بكره انت هتعملها. حسسي الطفل دايما انه لازم يعمل حاجات ينجح فيها والمهام بتاعته ينجح فيها ويلتزم بيها، علشان فكرة اللامبالاة ممكن تتربى ويطلع بعد كده ما بيفرقش معاه حاجة. دي احد المقولات اللي انا حابة قوي ان حضرتك تاخدي بالك منها وانت بتربي الاطفال، علشان في النهاية يطلعوا اشخاص عندهم حماس للنجاح. المقولة التانية بيقول الحرية هي الرغبة بأن نكون مسؤولين عن أنفسنا. وجهة نظره أن الحرية الحقيقية أن أنا أكون مسؤول عن نفسي، يعني أعتمد على نفسي، يعني أقوم بالمهام بتاعتي اللي تساعدني أن أنا أكون معتمد على نفسي. والحقيقة أنا يعني لما جيت أمريكا شفت ده في تكوين الجيل في الهاي سكول وفي الجامعة. الكل أو العلم التعليم هنا بيدور وبيبحث إزاي الشاب بيعتمد على نفسه، إزاي من أول ابتدائي يبتدي يعتمد على نفسه في التعليم، من خلال بقى أنه يروح يشتغل، من خلال أنه يروح يعمل حاجات مجتمعية، خدمات مجتمعية، انه يقدم سيرفيس في اي مكان للمحتاجين، حتى في الكنيسة بيساعدوهم ان هم يعملوا ده، علشان مش بس يدوا الاخرين، لان اللي بيدي الاخر هو اصلا شخص معتمد على نفسه. فدي حاجة مهمة جدا ان ماما تكونها للاولاد من البيت، لضروري يعتمد على نفسه، ضروري كل المهام التي تنسب إليه يوميا يقوم بعملها. كمان في حاجات شخصية بتاعته، يعتمد على نفسه في حمامه، بيعتمد على نفسه في أكله، بيعتمد على نفسه في أنه ياخد قرار معين. الاعتماد على النفس في حد ذاته من وجهة نظر إبراهام حرية، والحقيقة هي معنى جيد للحرية وحاجة جيدة ان احنا نتربى عليها، انه تبقى حريتنا هي اعتمادنا على نفسنا. ده طبعا في معاني كتير للحرية وفي مفاهيم كتير للحرية، لكن انا دي عجبتني لانه حلو ان احنا نربي اولادنا عليها، انه الاطفال نعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم
مش بس يساعدوا الآخرين، يعني مساعدة الآخرين دي جزئية، لكن الجزئية دي مش هتبدأ غير بأنهم يعتمدوا على نفسهم في كل حاجة. ما تقوليش أنا أعمل له كل حاجة، ده لسه صغير. قولي له هساعدك، لكن ما تقوليلوش هعمل لك، لأن هو لازم يعمل لنفسه، لأن دي من الاتجاهات أو من يعني الطرق التربوية السليمة لتربية الطفل. حاجة تانية من المقولات برضو اللي عجبتني في عند إبراهام، بيقول صديقي المفضل. مين هو الصديق المفضل؟ هتقدر تختاره إزاي؟ هو الذي سيعطيني كتابا أقرأه. يعني فكرة إني أقرأ كتاب، يمكن دلوقتي مش الدنيا متقدمة أكتر، وإن الكتب موجودة في على الإنترنت وموجودة في المعرفة، موجودة في التكنولوجيا، والدنيا تقدمت عن وقت إبراهام، لكن المقصود من الكتاب هي المعرفة. الطفل يتكون ويتغير يوميا، وزي ما قلت قبل كده ده تغيير دائم. الطفل عندما يتغير، يتغير تغير طبيعي، تكوين طبيعي، عقله بيتكون بعد ما بيتولد بشكل طبيعي كل يوم. المهم مش ان انا اقول له ازاي يتغير الطفل، المهم ان انا اعلمه خبرات ومهارات ومعارف جديدة، عشان اثناء عملية التغيير بتاعته يحصل له نمو وتطور. لان زي ما حضراتكم عارفين ان الطفل بينمو، يعني سرعة النمو بتاعته في المراحل الاولى سنتين 4 6 8 12، بتلاقوا كل سنتين في نقلة كبيرة جدا في معرفته وافكاره وحياته ونموه، ده نمو طبيعي. فالمهم هو الخبرات اللي بتدخله، المعارف اللي بتدخله، والمعرفة من خلال الكتاب. ضروري تبدأ الام بالمعرفة، سواء بقى عن طريق القصة، سواء عن طريق الخبرات اللي بتديها له في الحياة وتحطه في مواقف معينة تتكلم معاه وتعلمه خبرات جديدة، سواء انها بتوديه الكنيسة او بتعلمه ازاي الحياة الروحية كيف تكون، سواء اذا كانت بتقعد معاه يتفرجوا على برامج معرفية للاطفال معينة. المهم في المرحلة دي، مرحلة التغيير دي، ازاي الطفل يتكون، ازاي الطفل يتعلم يكون عنده مهارات وخبرات تساعده أثناء نموه الطبيعي على عملية التغيير للأحسن، عملية التغيير للأفضل، تجديد. تدخل عملية التغيير علشان تعمل تجديد دائم في مراحله العمرية. ويمكن حضراتكم بتشوفوا ده دايما في حياتنا، مراحلنا العمرية كده، ارجعوا بالتاريخ بتاعكم ككبار وانتوا صغيرين، هتلاقوا ان في نقلات كتير قوي في حياتكم اتغيرت، وتغيرت ممكن للافضل وممكن مش للافضل، لاننا وقتها ما كناش عارفين ازاي نجدد حياتنا زي النسر، ازاي نعمل وقفة علشان نقدر نغير حياتنا بيها. فمهم قوي علشان ده نتعلمه لما نكبر. مهم النهاردة للامهات ان هم يعملوا ده مع الأطفال وهم بينموا وبيتغيروا بشكل ديناميكي طبيعي. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف الكبار بقى، يعني احنا الأطفال خلاص دي توصيات لماما. طيب التوصيات للشباب والتوصيات للناس اللي كبروا ما بقوش أطفال، للأمهات، للأباء، للخدام، للشباب، هل احنا ممكن نتغير؟ هل ممكن ندخل عملية التغيير في حياتنا عشان يحصل لنا تجديد دائم لحياتنا ولشبابنا المعرفي ولشبابنا العقلي؟ ما بتكلمش في العمر الزمني طبعا. الحقيقة أول توصية ليكو بطرق عملية، أول حاجة ابعدوا عن اليأس. كتير مننا بييأس، اتصدى لهذه اللحظة من فضلك لأنها بتجيلنا. يعني هعمل إيه؟ يعني أنا مش قادر، يعني أنا حصلت لي صدمات كتير جدا في حياتي. حاولوا قد ما تقدروا تبعدوا عن لحظة اليأس.
بانكم تخرجوا، بانكم تعملوا رياضه، بانكم تعرفوا معلومه جديده، بانكم تسمعوا برنامج مفيد، بانكم تقروا كتاب، بانكم تسمعوا موسيقى، في حاجات كتير، تروحوا الخدمه، تروحوا الكنيسه، تصلوا. الصلاه مهم جدا لانه بينقلك نقله نوعيه كبيره جدا في حياتك من الياس. لانه هرجع تاني لفكره الطاقه، الطاقه السلبيه هي طاقه جايه من الشيطان، والشيطان هو الذي يبث بداخلك فكرة اليأس. فابعد، ابعد بكل طاقتك عن هذه الفكرة، لأنها مش هتعمل لك تغيير. لو النسر يأس كان راح مات، هو يعني يقول لك أنا هعمل إيه في كل حياتي. لكن شوف ربنا لما بيعلم إزاي تتجدد الحياة، فعلينا أن احنا نتعب شوية ونرمي اليأس من تفكيرنا ومن حياتنا. الحاجة التانية، عايزة أديكم تدريب أو أقول لكم تدريب عن التغيير. أي مهارة أو أي حاجة أنتوا عايزين تتدربوا عليها، اعرفوا إن في فترة زمنية للتغيير، فترة زمنية للتجديد. لما النسر راح يجدد حياته أخد 5 شهور، ده زمن، أخد 150 يوم، ده زمن. إحنا كمان الإنسان أي مهارة بنحب نغيرها بتاخد إما 21 يوم أو 30 يوم أو 40 يوم. اختلاف الأرقام دي بترجع لطبيعة الإنسان، تكوينه، جلده، صبره، استمراره، دي طبيعة الشخصية نفسها. لكن المهارة معروف إنها بتتغير في الزمن ده. طيب لو أنا عايز أغير واكتسب مهارة جديدة وأغير حاجة، قد تكون فكرة، قد تكون عادة أنا مش حابب إن أنا يعني إنها تكون عندي وعايزة أغيرها، أيا كانت، فهتعمل الآتي. أول حاجة ابتدي، إحنا عندنا حاجات كتير قوي في حياتنا ممكن تتغير. ابتدي بحاجة صغيرة، يعني ابتدي بشيء بسيط قوي تغيره. إذا كنت عايز حاجة عملية، ابدأ بحاجة واحدة بس. يعني لو أنا عايز أغير فكرة وعايز أغير العادة مثلا بتاعة الأكل، أو أغير عادة الخروج، أو أغير عادة الشراء، أو أغير عادة التعامل مع الناس، أو أيا كان، أكيد هلاقي عندي 3-4 حاجات 5 حاجات في شخصيتي عايزين يتغيروا. ما غيرهمش مرة واحدة، خد حاجة واحدة وحاجة صغيرة ابدأ بيها. ركز على عادة واحدة من كل اللي أنا قلت لك عليهم. استمتع بقى بالتغيير. يعني لو بفرض ان انا عايز اغير عادة الرياضة، انا عايزة دلوقتي اروح اغير فكرة ان انا بقعد كل يوم في البيت ما بعملش رياضة، والرياضة مهمة، واقتنعت معرفيا انها مهمة لحياتي ولصحتي وما الى ذلك. هسيب كل العادات السيئة الأخرى وهاخد بس الرياضة، وهروح أعمل حاجة واحدة بس في الرياضة، ولتكن مثلا 10 دقايق تريدميل كل يوم، أو 15 دقيقة مشي حوالين البيت بتاعي أو في الأوبن إير أيا كان. حاجة واحدة وبسيطة وأبتدي أعملها، وأنا بعملها استمتع بيها بقى. وانت بتعملها بشوف مثلا ناس ماشيين وحاطين الهيدفون فيه وبيسمعوا ميوزك وهم ماشيين عشان يستمتعوا بالمهارة بتاعتهم، عشان يستمتعوا باللي هم بيعملوه. فدي طبعا استمتاعك بيها دي حاجة كويسة جدا، تخلي المهارة تثبت. لاننا دايما عندنا في عقلنا حاجة اسمها الذاكرة، يعني احنا بخزن كل الحاجات اللي أنا بتعلمها. أقوى ذاكرة للإنسان هي ذاكرة المتعة. فاستمتع بالتغيير اللي أنت بتعمله علشان يفضل ثابت معاك. وطبعا كل ما تلاقي نفسك حققت حاجة صغيرة، يعني مثلا بقالك أسبوع بتمشي كل يوم 10 دقايق، اشكر ربنا، قول له أشكرك يا رب، ده أنا مبسوط قوي، دي حاجة حلوة جدا إن أنا بعملها كل يوم. شكرك لربنا، استمتاعك بيها، اختيارك ليها هتثبت. بعد 21 يوم أو حتى بعد 40 يوم هتلاقيها بقت عادة، وبقيت مش قادر تستغنى عنها، وإنت دلوقتي بقيت في ثقافتك إنك كل يوم عايز، أو كل يومين 3 عايز تروح تتمشى.
إذن تغيير العادة له خطوات زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. طيب إيه تاني أخلي بالي منه وأنا بغير؟ وإنت بتغير خلي بالك اوعى تفقد حماسك. الحماس مهم جدا في التغيير جدا، لأنه اللي يقتل حماسك الملل، الروتين، عدم حبك للشيء اللي انت بتعمله، وعدم وجود حماس يعني مفيش إبداع، مفيش تغيير، مفيش تجديد، خلاص انت فقدت كل حاجة. وبالتالي اوجد دايما الحماس، عيش حياتك وانت بتغير تغيير مستمر. لو انت بتشتغل ايا كان نوع العمل اللي انت بتعمله، من حين لآخر حاول ان انت تغير، تجدد، تحاول تفكر، غير نمط حياتك، غير لبسك، غير سريرك، غير النظام اللي بتعمله كل يوم، غير الكلام اللي انت بتقوله، غير الفكرة اللي انت بتقولها، غير المشاهدات اللي انت بتشوفها باستمرار في التلفزيون او في الفيسبوك، او دور دايما كل وقت ازاي تفكر، لان التفكير المتجدد هيخلق لك حماس وكمان هيوجد لك نشاط، والنشاط مهم جدا والحماس عشان التغيير. في النهاية لا ضروري تعمل زي النسر، لازم تقف وقفة مع نفسك، لازم تتعلم ازاي تقيم حياتك، لازم تطلع برا الصورة وتشوف حياتك هي جوه الصورة شكلها ايه، هل هي جيدة وإيجابية وفيها حماس، ولا حياتك جوه الصورة مش زي ما انت رسمها، مش زي ما انت عايزها. دور على كل جوانب الحياة علشان تقدر تشوفها، لما تشوفها كويس هتقدر تحط النقط على الحروف، هتقدر تقول ايه اللي محتاج يتصلح، ايه اللي محتاج يتغير، ايه اللي محتاج يتجدد، علشان اقدر اعيش تاني شباب الحياة، ديناميكية الحياة. ومن هنا هتقدر تحط خطة وهتقدر تعمل بلان بإذن ربنا. في يوم من يعني في حلقة من الحلقات وفي وقت تاني حابة أكلمكم عن إزاي بالتحديد تقيم حياتك وتحط لها خطة، لأن برنامجنا بيخلص بسرعة جدا، كل ما بحاول أديكم معلومة زيادة، لكن كل حاجة أنا بحس إنها لم تستوفى وما خدتش وقتها وما خدتش حقها أنا بحاول أساعدكم وأعملها في حلقة تانية. النهاردة الحلقة بتاعتنا كانت عن التغيير والتجديد، وعايزة أقول لكم أن التجديد هو الأوتكام بتاع التغيير، وبدون تجديد وبدون تجديد وتغيير للحياة مفيش حياة حتى مع الله، لأنه حياتنا مع ربنا دايما محتاجة تجديد وتغيير، دايما عايزين نعيش الإنسان الجديد. وده طبعا موضوع روحي كبير ممكن نبقى نتكلم فيه تاني، لكن اوعى حياتك ما يكونش فيها تغيير، حياتنا تغيير مستمر، وعايز حياتك يبقى فيها أكشن ويبقى فيها حركة ويبقى فيها حماس ويبقى فيها حاجات جميلة جدا. ابحث دايما عن التغيير الدائم، وابحث دايما عن التغيير الداخلي مش تغيير الأشخاص. أحبائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا، والنهاردة اتكلمنا زي ما قلت لحضراتكم عن التغيير، ولنا لقاء في حلقات جاية في موضوعات كتير حلوة وجميلة وممكن تهم الجميع. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله.